يقولون أن مولانا أمير المؤمنين قد شد عصابة صفراء على رأسه. يقولون والله لا نعلم أيهما أشد اصفرارا، وجهه أم العصابة. أشهد أنك تسمع كلام رب السلام يا علي مولاي أيتامك مولاي يا ابن حسن. إذا تحسبنا من الأيتام بذاك الوقت اللي جابوا لك اللبن وكسروا خاطرك يا علي مولاي، وحق مولاة فاطم عزيزتك، وحق مصيبة الزهراء مولاي مصيبتك تكسرنا يا علي. مولاي ونحسك قبولنا وراح ابونا علي، ايوه علي مولاي. بأبي من ليس لي ديني سوى، بأبي من لم يزل يحمي حمار. قتيلا هند أركان الهدى، يا قتيلا هند أركان الهدى، وشهيدا عند منه الشهداء، وأمير طوعي منه الردى، وأمير طوعي منه الردى. كيف عنده الردى لولا القضاء، كيف عنده الردى لولا القضاء. الليل الوداع يا علي، الليل الوداع يا علي، الليل الوداع يا علي، الليل الوداع يا علي. هو سر الله ذاك المودع، هو سر الله ذاك المودع، في الورى وهو البطين الأنزع، في الورى وهو البطين الأنزع. فلتدل منا عليه الأدمع، فلتدل منا عليه الأدمع. ما دجاج يوم من الوداع ليلة الوداع يا علي، ليلة الوداع يا علي، ليلة الوداع يا علي، ليلة الوداع يا علي، ليلة الوداع. من يوم اللي يتعب، من يوم اللي يتعب، اللي يخدم، اللي يروح صوته، اللي يخليه أثر. المصيبة أمير المؤمنين في قلبه، يا أمير المؤمنين يا أمير. كيف ترقى لو تراه كل عام، كيف
شي عشقا من مصر.